مش بعيط عشان انا بتاعتي عشان ايه؟ انا وسليم فركشنا. ايه ده ليه؟ اتخانقنا ودلوقتي بيقولوا انه مش عايز يعرفني تاني، ولما عملت بوست لنانا على فيسبوك ما عزانيش. ما تساعديش نفسك في 60 ده، هو الخسران. شيء غريب، جايين برضه لابسين اسود وهي قالت لهم يلبسوا ابيض، مش عاوزين الست بقى ترتاح في تربتها. مش فارقه معاكي قوي يعني؟ داليا، هو انت مش مع صلاح؟ انا متعرف بقى انت شاغله بالك بادهم ليه؟ هو احنا مش اتفقنا ان احنا مش هنجيب سيره الزفت ده طول ما احنا في العزل؟ ما تهربيش من الموضوع. مش ادهم اللي مضايقني، انت اللي مضايقاني. لانك ما فكرتيش فيا ثانيه واحده وانت بتخرجي مع البني ادم اللي دمر لي حياتي. انا ما فكرتش فيكي. ايوه. اولا انا ما كنتش اعرف ان هو ده ادهم اللي معاكي في الشغل. ثانيا انا لما عرفت جيت سالتك قلت لي انت ما عندكيش مشكله. اه طبعا لازم اقول لك كده، ذوقيا لازم اقول لك كده، لان ادهم مش جوزي وماليش الحق اني اقول غير كده، لكن انت برضو ذوقيا كان المفروض ما تخرجيش معاه. يا ستي بعد اللي حصل معايا انت مش خايفه على نفسك؟ اولا ادهم اتغير، مش ده ادهم بتاع زمان، وبعدين الواحد ممكن يدي البني ادم فرصه تانيه. الا ادهم، ادهم عامل زي ديل الكلب عمره ما هيتعدل. بس هقول ايه بقى، يظهر ان انت اللي بتحبي تتخزوقي. جود لك يا حبيبتي. اتخزوق؟ يعني انت عشان شايفاني مرتاحه ومبسوطه تقولي لي هتخزوق؟ طيب يا ستي انا بقى بحب اتخزوق، على الاقل انا ما عملتش معايا زي ما انت عملتي مع كمان. الست الحلوة القمر دي تبقى مراتي. تديته المعدل يا اسماعيل؟ لا انا ما اعرفش انت حاطه ادويته فين. طب طلعه بره يسلم على الرجاله لحد ما اجيبه. يلا بابا. يلا حبيبي. بقاء لله. نعم بقاء لله.